ولكي نلعن الظلم يجب أن نتجه إلى هذا المكان يا شباب. وفي مفاجأة كانت غير متوقعة بصراحة، إن أنا هاخد الخريطة من أولها لآخرها، وجيت أعمل فاست ترافل بيقول لي لا يمكن السفر بسرعة هذه المرة. أنا مش عارف إيه السبب في هذا الموضوع الرخم، ولكنني يجب أن أجد وسيلة للوصول إلى هناك. وأشوفكم بقى هناك يا شباب. أهلا بيكم مرة تانية في فيديو جديد، نكمل مع بعض مسيرة إيلوي والمزيد من لعبة هورايزون زيرو دون في المين ميشنز. معاكم أحمد باهجم قد فرجني يا شباب. وقبل أن نبدأ، لو أنت حابب تدعمني ممكن تشترك في القناة، ممكن تعمل لايك للفيديو كمان، ولو حبيتوا تعملوا أي تعليق بخصوص الجيم بلاي وخصوص الكواليتي بتاعة الفيديو أو السرد القصصي أو ألعاب جديدة هنلعبها أو ألعاب قديمة، تقدروا طبعا تسيبوا لي الكومنتات دي وبتفاعل معاها على قد ما أقدر. وهي بينا يا شباب نذهب. وبشكر طبعا كل الشباب الداعمة من كل قلبي، وربنا يخليكم ليا يا رب، وإن شاء الله يكون عند حسن ظنكم. وهيا بنا نلعب. طبعا بعد ما خلصت الميشن لقيت نفسي واقف هنا، وانا واقف هنا مش عارف انزل منين. حاولت نزلت مرتين موت هنا بقى غالبا. والان ترى كيف سانزل من هنا. ترى ستكون ركوبة ممتعة. اللي هي ايه بقى الركوبة دي؟ نركب نجرب ننط كده طيب ولا ايه؟ ركوبة ممتعة فعلا. وي هو يا جماعة بعد ما هوصل يعني نستمتع بهذه الركوبة سويا. الله 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 الله. وبعد ما نستمتع بهذه الركوبة انا واضح ان مفيش فاست ترافل هنا. سأكرر الأمر، لو لم يكن الصعود إلى أعلى متعبا لهذه الدرجة. عيلة عيلة فشخ. طيب نحاول نعمل فاست ترافل بقى كده، نجرب يشتغل هنا ولا مش هيشتغل. هنا مثلا اشتغل كده. كان زار عايزيني اعمل ركوبة ممتعة دي، بس طبعا قبل ما اروح هناك انا محتاج اعدي على تاجر في السريع. طب يلا نصعد نصعد الى فوق مقابض. ايوه يا سلام على ضوء الشمس الجميل. يا سلام حسنا، ماذا الآن؟ ستنتظرين. اجلسي بجانب نيران المخيم واستريحي، وحين يحل الليل سنتحدث. على الأقل سيكون لدي نار بصحبتي. لطف منك أن تأتي إلى هنا. هدفنا الليلة هو تعطيل شبكة المصاليط. أجل أخبرني بما لا أعرف. كيف؟ بداية عليك اختراق قاعدة الكسوف الرئيسية. لحظة، ماذا؟ هذا صحيح. لحظك أحضرتك إلى طريق خلف القاعدة من خلال هذا الصدى. سترين مرادك بوصولك القاعدة. طويل العنق عدل بشكل فج. تسلقيه. في أعلى اسطوانته سوف تجدين وحدة من نوع ما. دمريها وستتعطل شبكة المصاليط. كنت جزءاً من الكسوف. لم أكن جزءاً من أي شيء قط. أخدم أهدافي الخاصة دائماً، لكن ثمة مرة ساعدت الكسوف قبل شعوري بالتهديد الذي أصبحوه. كان خطأً، أفعل ما بوسعي لتصحيحه. ما المساعدة التي قدمتها لهم؟ اسلكي طريق الصدع. لديك أمور أهم من طرح الأسئلة. كيس دعوة. الزنزرة ليه يا حبيبتي؟ سيكون ضيقا. تعال نشوف الصدع بقى كده. روبوتات مخترقة تتجول كالحراس. إنها كجنود مخزنة لحرب وشيكة، عليك تخطيهم. ينفع سيطر عليه؟ طيب مفيش. طيب في تاني؟ ده انت عايز كهربا ونار. وانت تعال انت. Come on boy. Come on.
شافوني هما شاكين بس ما شافونيش لسه. بالمره بقى بالمره. خدي دي. مش عارف موتي ليه. خدي بعطر كده. ايوه انت خدي خدي. وانت كمان خدي. اتكل على الله. يلا عبيط قوي. خلاص بح. لسه في تاني. دايما في واحد تاني لسه. ماشي. روبوت احمر العين فاسد كلب. انا سامع صوت طويل وانا خفوض اخترقه. ده انت لسه في تاني. اعتقد انني في امان. ده عادي؟ لا مش نافع. لسه بعيد قوي. بعيد قوي برضه. ولا ينفع سيطر عليه ده؟ لا مش هينفع اطلع من هنا. ولا من هنا. خليه ينزل لي بقى وخلاص. التسلل والهدوء يحققان الهدف. تعال تعال. تنسى بتشوك. هو لسه في الشوك مش بيشوك. ماشي ماشي ماشي. كان كان ايوه مظبوط. بقى انت مالك رخم كده. واحدة كمان واحدة كمان. مع ألف سلامة. نعبي شوية لايف. طيب اللي بعده. هو في حبل هنا يا جماعة. كان ده جاي منين ولا بيوديني فين؟ المفروض الحبل استعمله بشكل ما. المفروض اخترق قاعدة الخسوف في ظهري. في ظهري مباشرة. يبقى لازم اطلع لها فوق هنا. لا لازم اطلع من مكان التسلق. اوكي صعد يا ايلوي. صعد يا بنيتي. ايوه ماشي. انزل عادي. انفجارات قريبه. لا تلقي بالا لهذا. هذا لا يهمك. انتوا كتير تاني. طيب كمان بوي. اللي بعده. تعال نعبي كده بسرعة قبل ما يجوا. عدد واحد ضربة صامتة. وانت كمان.
انجز. هو ليه بحس ان هو شافني وانا بضربه؟ هو كده كده بيموت اه، بس بحس ان هو شافني كده وبيحاول يهرب قبل ما اديله، مش زي التانيين. طيب انت مين؟ انت اصلا ميت ها؟ كلهم فاسدون وانا لا استثني احدا. لقد اقتربت الى النتوء. كمان ده شاكك وده كمان شاكك، تعال ناخد ده الاول. هو قريب مني اصلا. والله لما تنده مين؟ تعال. هدي. وانت كمان تعالى كده. انت تعالى لي برضو. افتكرته بعيد بس لا كويس، سمع عنده حاسة سمع عالية. الاسهم دي دلوقتي مالهاش لازمة خالص يا جماعة، بتاعت الصياد دي. خد خد دي، خد دي. دي بعد الفساد بقى، مش ناقص. ماشي. طويل العنق فوق ذاك النتوء، ستريناه حين تصلين للقمة. النتوء. استعدي الآن للتصرف بسرعة. عليك الدخول وإنجاز المهمة قبل الإنذار. لقد بدأنا. الإنذار، وفي إنذار؟ في ناس كتير. أترى هذا؟ أرى أقدام طويل العنق بالأسفل، لكنه مختف. اللعنة. نقل جهاز الإرسال. تفقد يسار الوادي حيث قد يتواجد. المعرفة التي لديك هائلة. نحو الانفجارات. عظيم. لديك محاولة واحدة يا إيلوي، فكفي عن السخرية وأنجحيها. أترين الجسر فوق الوادي؟ أجل. تذكري مكانه. ثمة نقطة هبوط. ستكون مخرجك. وجنود الكسوف؟ تجنبيهم أو اقتليهم. الانفجار سيغطي ما تفعلينه. جدي طويل العنق ودمري الوحدة أعلاه. بدأنا. هو فين طويل العنق طيب؟ وانتظار دائم. مهجور اه. سئمت هذا المكان. أريد ميريديان. من ألم عملنا سيولد حكم جديد. هو انا ممكن اديهم كلهم يعني، بس ايه، بس انا عايز الاقي طول عنق في سريع مهجور ده. انا سامع خطوات اصلا طول الوقت. درع احتفالي. او ايه الصوت ده بقى؟ الصوت ده الله عليك يا إلوي، الله عليك. يعرفون بوجودي الآن. انت لحقت. اديني أسهم عدلة كده. لا يمكنني إصابة أي شيء بهذا. مش سلام. الموت. خد. عودوا إلى هناك وقاتلوا. هجوم وشيك. اللي عليكم كومة ده اللي بيبقى معاه بتاع. أيوة. يا ترزينة. إيه ده. ينفع؟ ينفع كده الكلام ده؟ طب تعالى نختلهم كده من واحد واحد كده. خد في ظهرك دي. موت بقى، موت على طول. قاوموا عليكم اللعنة.
انت كمان يلا خد. ماشي ايه كمين مين في حد ضربني من على مين هنا ولسه بيضربني؟ انت جاي منين انت؟ الموت خد خد. ضربة سيئة فعلا. اه كلب صندوق دعم. لا يمكن الهرب من حضرتنا. وانا ليه مش عارف اضرب الراجل ده؟ فيه ماله ده؟ خد وصلاحه امام الظل. هو مات اصلا. تعال تيجي بقى معاك؟ لا انها عملية تنقيب. ان اسرعت لن تؤثر عليك. جيد سر اخر. طيب فين اطلع منين بقى؟ في اثار اهي. جذع مائل بقايا شجرة محطمة. طيب الارض هنا غير ثابتة. اثار سحب تقود نحو البوابة. البوابة مصدى لا يمكنني عبورها. عليك ايجاد طريق اخر. اتظن الشجرة دي اضربها مثلا مايلة دي. هو كان بيقول الشجرة دي ان جزء مائل المفروض اضربته بيو يقع عدي عليه. وظهر الفكرة دي ما كانتش في دماغ المطور. ف يعني هحاول اشوف مكان تاني. الجسر الجسر. تعالى هات ده كده وده كمان. لدي الكثير بالفعل. مش شكرا مش عايز مش عايز. ما هذا المكان؟ تشتيت. توجد نقاط بيانات سجل صوتي. لذا طالما تفطر قوة الملك. ماشي ايش الشيء ده؟ هذا الدرع لا يوجد سوى رجل واحد ليرتديه. هيلس. هيلس اوكي. هذا مأواه ليس فاخرا. ما الذي تبقى عينه من متعصب؟ تطرفه الوحيد هو في وحشيته. اذا تعرفه بما يكفي لأريد ايقافه. طلع لا فوت ازقه من الناحيه الثانيه. اسهل جر طويل العنق في هذا الاتجاه. لما التعب؟ فقط جديه وتسلقي قمته. دمر الوحده ثم اخرجي. تنبيه يوجد مجرى بيانات غير منتظم بالقرب. الامن في خطر. ما هو ده؟ اراه. لقد شاهد بناء ما حوله. تنبيه تم اكتشاف مصدر ارسال غير منتظم. اطلع من هنا ولا من هنا؟ تعال نجرب من هنا. سقالات يعني مش بنايه دي ولا حاجه. بنوا سقالات عشان يطلعوا عليه. اطلعي يا لوي. هندمر بقى هندمره من فوق اهو. أنا أرى الوحدة. جيد كوني سريعة. الوحدة. هل هذا حادث؟ إيلوي ليس وقتا مناسبا. ما هذا المكان؟ افتحي غلاف الوحدة الآن. إيلوي نفذي كلامي وإلا ضع كل شيء. شوف حاسس ليه بيشتغلني. ايه اللي بيحصل ده؟ ده فساد. فساد on the way. الكيان قد قام بخطأ. الكيان لا يستطيع تدميري فأنا بعيد عنه. ربما أنت بعيد لكن هذا لا.
الكيان اللي هو انا. اوف 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 تمسك في ايه؟ كويك تايم ايفنت؟ لا مفيش، ده كله كاتسين. اركضي نجري اهو. امسكي يا بت، اجري يا بت. يبدو هذا سهلا. نجري. اجل اتعتقد. ماذا تظنني افعل؟ اخذ قيلولة. يلا يلا الهروب الكبير يا جماعة. اطلع يا لو اطلع. روح فين؟ روح فين؟ روح فين؟ هطلع بس. ماشي شكل حمودين. محال. بسرعة 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 بسرعة. كنت اخرج. كيفي هيا. لا تقاتلي، تحركي. هاو هاو اجري. هل تمازحني؟ توجه يسارا نحو المخيم. يسارا اهو. كدت اصل. القاعدة في حالة الاستمطار. اجل لاحظ. هيا تحركي. يلا اهو. المزيد من اعضاء الكسوف. ارى جسرا. اوعى يلا. انه مخرجك. انط من هنا. فجروا بقى الجسر وقعوني بقى. ايوه كانت مهمة حلوة يا جماعة. المهمة دي كان فيها شغل كده وستيلث تخفي. مالك يا لوي؟ مش هربتي؟ بس هي وقعت وقعه مش ولا بد يعني. ممكن وهي بتقع من الشلال راسها اتخبطت في صخره ولا حاجه. يمكن انت مالك بتجز اسنانك ليه؟ لكنك نجوتي. عرفت ان حادث هناك وارسلتني نحوه. لن انكر اني خطرت بحياتك، كانت الطريقه الوحيده. الان بتعطل شبكه المصاليد سنحصل على ما نريد، دخول لأسرار البزوغ. لن أأتمنك على أسرار. ازعل ليه؟ ما هي طلبت منه. لقد ازددت حكمة. الثقة هي للحمقى، تتبدل وتنهار كالرمل، وهي أساس ضعيف لأي شراكة. لكن المصلحة المشتركة هذا حجر أساس صلب يمكن كلانا تشييد نوع جديد من الفهم. نحتاج لإجابات يا إيلوي. حكيم برضو. وبفضلك نوشك على الحصول عليها. في سانفول سنتحدث. أيها البائس عليه اللعنة. أنت بتضايق ليه؟ مشيتي الطلبة منه يا بنت الحلال. عايز أوقف الكراش ده إكليبس نتورك. لو أمكنني رمي المصلات والتخلص منك يا سايلنس لفعلت، لكن كلانا يعلم أني أحتاج إليه. سانفول إذن. سانفول أعمق أسرار الأرض، مهمة رئيسية جديدة. طب يا جماعة أنا برضو شايف إن لوي هي اللي طلبت منه إزاي يقدروا يعطلوا مصاليد، فلازم في نتورك هو فاهمها فايته. طب نبوظها إزاي؟ يعني أنا فاكر اللي هي طلبت منه يعني، فهو متضايق منه ليه بقى؟ هو ممكن يكون ما قالهاش يعني، هو دي غلطته. بس في نفس الوقت هي أنجزت المهمة وخلصتها ومصلحتها مشتركة شغالة، والاتنين تقدموا خطوة الى مصلحتهم. وانا مش عارف طبعا سايلنس مصلحته ايه بالظبط، بس واضح ان هو بيساعدها عشان مصلحته مشتركة. بس يعني بقى في النهاية هيغدر بيها ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في حلقتها الجاية ان شاء الله، للناس اللي ما شافتش اللعبة يعني. عموما ممكن نكتفي بهذا القدر في الفيديو ونقف عند هذا الحد، ونعمل اعمق اسرار الارض في الفيديو اللي جاي. وطبعا ما تنسوش تقولوا في التعليقات تحت ايه رأيكم في الجيم بلاي وفي المرحلة ديت، وانا بتفاعل مع الفيديوهات مع الكومنتات بتاعتكم قد ما اقدر. كان معاكم احمد بهجت جيمرز اند جنتلمان، واشوفكم فيديو جاي من قناه فرجني، ومع السلامه. بص اول ما خلصت الفيديو النهار بدا يطلع حاجه يعني. انا بحب العب على فكره بالنهار اكتر من بالليل.
anyway يلا اشوفكم يا شباب، مع السلامه.